حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها لا زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال على الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن المعارك مستمرة في أوفاكيم وسديروت وكفار عزة وبئيري وكيسوفيم، وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية. طبعا كانت كتائب القسام أيضا منذ قليل أعلنت أن مقاتليها عادوا إلى قطاع غزة بسلام بعدما سيطروا على قاعدة الرعيم العسكرية مقر قيادة فرقة غزة الإسرائيلية وتنفيذ المهام التي أوكلت لها.